الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان المالي، السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير، نتوما وليداتكم وطيوراتكم. إخوان اللي تلتحقوا بالقناة لأول مرة، ما نساوش ديروا اشتراك. اللي عجبتهم القناة ديروا لايك، واللي ما عجبتهمش ديروا ديسلايك، وحاولوا يخليوا كومنتير يقول لنا شنو اللي ما عجبهمش باش نصلحوا. إلا كاين شي ما يتصلح، دائما في إطار سلسلة الأدوية لموسم 2019. اليوم غادي نتكلموا على واحد التركيبة اللي تعرفوها الإخوان كاملين، وهو الميترونيدازول. دونك هنا نديرو غير مترو. دونك الميترونيدازول تنستعملوه حنا بزاف مع الطيور، وتنستعملوه تقريبا لبزاف ديال الامراض، وغادي نتكلموا عليهم في البلاصه ديال الامراض. دونك باش نعرفوا البي اش ديالو راه هو 5.8. يقدر يخلق مشكل كالعادة اللي استعملناه لواحد 7 أيام مثل 10 أيام، يخلق مشكل في الخلل ديال الحموضة ديال البي اش، دونك ديال لاسيديتي بلوتو ديال الجهاز الهضمي. دونك ولا بد ما نديرو الاحتياط من بعد. السبيكتر داكتيفيتي ديالو راه هو بالخصوص تيخدم على لي غرام نيجاتيف، كاين لي غرام بوزيتيف اللي تيخدم عليهم، ولكن عندهم بزاف ديال سونسيبيليتي، دونك من الاحسن نقولوا انه غرام نيجاتيف. في الامراض الاخوان اللي تداوي واللي تتعرفوها نتوما كاملين، واللي دار عليها الحديث مؤخرا في الجروب ديال الواتساب، دونك بزاف ديال الاخوان سبحان الله العظيم طاحوا في هذا المرض، دونك اللي هو التريكومونوز. دونك تريكومونوز الاخوان راه تداوى بما يسمى ليزيميدازوليس. دونك اللي منهم بزاف، منهم ميترونيدازول، منهم رونيدازول، ومنهم وحدين اخرين. دونك هاد لي زيميدازوليس راه هما اللي تيداويو التريكومونوز اللي تنعانيو منها حنا بزاف في ليلفاج ديالنا. مع العلم الاخوان ان التريكومونوز تقدر تكون واحد المقاومه ضد واحد من هاد لي زيميدازوليس. هذا ماذا يعني؟ هادشي تيعني ان الا كانت عندك تريكومونوز ومشيتي دبرتي على الميترونيدازول يقدر ما يداويهش ليك، ولكن خاصك ديك الساعه تقلب على واحد الايميدازوليس اخر. يعني هذيك لا سوش ديال تريكومونوز اللي عندك في ليلفاج ديالك لما داوهاش الميترونيدازول راه الا عندها مقاومه ضد الميترونيدازول. كذا ومثال لقلبنا المثال بلوتو. يعني انت عندك تريكومونوز في ليلفاج ديالك ومشيتي شديتي لهم الرونيدازول وما داوهاش، هذا يعني ان لا سوش اللي عندك عندها مقاومه من الرونيدازول، ودونك خاصك تمشي تقلب على واحد الايميدازوليس اخر اللي غادي ينفع معاك. دونك كالعاده راه تيبان لكم التصاور ديال حنا غنتكلموا غير على الميترونيدازول، لان باقينا غنتكلموا على الاخرين ابار، ولو ان الاخرين راه يكون نفس طابلو نفس المعلومات وكل شيء. يعني غنتكلموا عليهم غير باش تشوفوا الادويه نديروا التصويره ديالهم. دونك من غير التريكومونوز الاخوان راه تيداوي سيغتان بروبليم ديال لا دياري اللي تتكون ناتجه حتى هي على على تريكومونوز او على امراض اخرى، واللي تنعالجو به والميترونيدازول حتى هو تنعالجو به في وقت ليلفاج. دونك النقطه السوداء البوان نوار حتى هو الاخوان، كما بينا في بزاف ديال الفيديوهات العام اللي فات ان الميترونيدازول تداوي النقطه السوداء، وعطينا طريقه الاستعمال ديالو. ان شاء الله هذا العام حتى هو غنعاودو نديرو فيديو يعني فيديو بالتطبيق باش نوريو، لان اخر مره غير تكلمنا على هذه المساله على كيفيه علاج النقطه السوداء بالميترونيدازول. دابا غنحاولوا ان شاء الله نوريكم التجربه اللي غادي نديروها مع الميترونيدازول والنقطه السوداء اذا خرجت لنا شي نقطه سوداء. لي زاسوسياسيون معاش مع اي ميديكامون نقدر نخدم به، دونك نخدم به مع لي تيتراسيكلين اللي ديجا تكلمنا عليهم، مع لي بيتا لاكتامين. بيتا لاكتامين راه منهم كما تتعرفوا نتوما دونك لي بينيسيلين. نقدر نخدم مع لي ماكروليد حتى هو ما عنديش مشكل انني نخلطو معاه، ومع السولفا. دونك حتى السولفا راه نقدر نخدم بها. المسائل اللي نقدر ما نخلطهمش مع الميترونيدازول الله اعلم، انا راه ما لقيتش جواب، وما يعني عيت ما نقلب وما لقيت حتى شي حاجه اللي تدل
على واحد لي ميديكامون اللي ما خاصنيش نخلطهم مع الميترونيدازول. دونك اللي لقيت واللي سور 100% اننا نقدروا نخلطوا مع التيترا البيتا لاكتامين لي ماكروليد ومع لي سولفا. هذا باختصار الميترونيدازول. تبارك الله الاخوان، الله يسهل الامور، وما تنساوش تفرجوا في السلسلات في السلاسل ديال الادويه، ولا سلاسل تدخلوا تشوفوا لي بلاي ليست وتشوفوا اللي عجبكم وتشوفوا المعلومات اللي تعطات العام اللي فات مقارنه مع هذه المعلومات اللي تنعطوها دابا اللي تنحاولوا نزيدوا نتعمقوا فيها. تبارك الله الاخوان كاملين، الله يسهل الامور، الله يوفق الجميع، والسلام عليكم.